لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. نبدأ من موقع مركز راسام للدراسات الاستراتيجية ومقال الكاتب حسين صالح السبعاوي حول مآلات حل مجلس النواب، حيث بدأت بعض القوى السياسية تنادي بحل مجلس النواب الذي لم يرى النور أصلا، والذي عجز عن تشكيل حكومة رغم مرور 8 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات، ورغم إصدار أكثر من 10 مبادرات من قبل القوى السياسية سواء من التيار الصدري أو من قوى الإطار التنسيقي، لكن جميع هذه المبادرات لم تغير شيئا من الواقع السياسي المتأزم. كذلك تجاوز المجلس المدد القانونية في اختيار رئيس للجمهورية واختيار الكتلة الأكبر لتكليفها بتشكيل الحكومة، فظهرت دعوات حل البرلمان والذهاب لانتخابات أخرى مبكرة لعلها تكون حلا للانسداد السياسي الحاصل في العراق. وقد نسي أصحاب هذه الدعوات بأنه لا علاج للمشكلة العراقية طالما هذه الأحزاب تتصدر المشهد السياسي. إن الدعوة لانتخابات مبكرة هي دعوة ميتة قبل أن تولد، ولن تكون هي الحل لمشكلات العراق ما دامت هذه الأحزاب نفسها هي التي تتحكم بالشأن السياسي. فالعراق بحاجة إلى تغيير شامل وليس لانتخابات مبكرة، ولا سيما أن الشق أصبح كبيرا ومتهرئا، بل باتت العملية السياسية تعيش حالة موت سريري. وأعتقد أن المجتمع الدولي قد أدرك أن العراق بحاجة إلى تغيير سياسي، لذا فإنه يتم في مكان ما طبخ عملية التغيير بغض النظر عن نوع هذا التغيير، لكن أي تحرك دولي من هذا النوع سوف لا يلقى ترحيبا من قبل أغلبية الشعب، ما لم يتضمن تطلعاته في تأمين حياة كريمة في ظل وطن ذي سيادة لا يقصي أحدا من أبنائه. أي تغيير قادم لابد أن يعيد الهوية الوطنية التي غيبتها الأحزاب السياسية الحاكمة واعتمدت على الطائفية في إدارتها للدولة العراقية، ولا يمكن إعادة الهوية الوطنية من خلال الشعارات، بل لابد من مشروع وطني تتفق عليه القوى السياسية مع إسناد شعبي كبير، وليس أمام المجتمع الدولي إلا قبول هكذا تغيير. يقول الكاتب جاسم الشمري: لا شك أن العملية السياسية القائمة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لم تنجح في بسط شخصيتها على الشارع العراقي، لهذا فإن اللبس والغموض والخيبة تلف عموم مؤسسات البلاد، وبالذات في الجوانب الحساسة في مقدمتها السياسة والاقتصاد وملفات تدني قوت الناس وانتشار الفقر والبطالة. وقد أكدت وزارة العمل أن ما يقرب من 11 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر ولا يملكون مصدرا حقيقيا وثابتا للدخل، ما يجعلهم عرضة لضغوطات معاشية تنمي ظاهرة العنف الأسري والمجتمعي. حتى اليوم لا أحد يعرف مصير ال1000 مليار دولار، والتي قال رئيس الجمهورية برهم صالح قبل عام تقريبا إن العراق خسرها بسبب الفساد منذ عام 2003. لقد تنامت خلال الأسبوع الحالي أيضا بعد ساعات من إقرار قانون الأمن الغذائي التظاهرات الشعبية القاطعة للطرق بين غالبية المدن من قبل مئات العاطلين والفقراء. لقد صار العراق قاب قوسين أو أدنى من انطلاق شرارة ثورة الجيع التي ستكون ثورة عميقة لا تقتنع بتوفير الكهرباء والخدمات، لأن جماهيرها وصلوا إلى مرحلة الانفجار. إن ثورة الجيع المقبلة ستشتعل من أحياء الفقراء والأرياف، لأن أحوالهم وصلت إلى مراحل قاسية من الفقر والعوز، وغالبية سكانها يصارعون الحياة كما يصارع المريض الموت، وذلك لصعوبة العيش وهشاشة فرص العمل وسقم موارد الحياة الآمنة. وقد تكون فاتورة ثورة الجياع باهظة للغاية، وستحاول بعض القوى ركوب موجتها، والمتوقع أن سياسة التلاعب بالجماهير بخطابات تخديرية لا يمكنها أن تنطلي على جماهير الثورة مجددا. إن رغيف الخبز المعجون بالدم والذل والانكسار
لا يمكن أن يسد جوعة الفقراء والمحتاجين. من صحيفة القدس العربي نقرأ مقالة للكاتب يحيى الكوبيسي حول الفساد في العراق، يقول فيه: سأستعير هنا توصيفا دقيقا للباحث العراقي الدكتور باسل حسين عن طبيعة الفساد في العراق، فهو يصفه بأنه فساد وقح لا يستحي، وأزيد عليه أنه فساد لا يخاف ومطمئن لأقصى الدرجات، وهو فساد بنيوي يتواطأ عليه الجميع ويضرب أطنابه في بنية النظام السياسي وبنية الدولة ومؤسساتها والطبقة السياسية بكاملها دون استثناء. التوصيف الأصدق والأكثر دقة للنظام السياسي الذي يحكم العراق اليوم هو أنه نظام حكم اللصوص تمثل المستوى الأفقي الذي يشكل هرم هذا النظام السياسي، وهي تتيح للطبقة الحاكمة استغلال هيمنتها على سلطات الدولة وأجهزتها ومواردها لتوسيع مصالحها الشخصية الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تراكم ثرواتها الشخصية وسلطاتها السياسية. منذ إعلان هذا القانون نبهنا على أنه يخالف النظام الداخلي لمجلس الوزراء نفسه، وأن تواطؤ مجلس الوزراء مع مجلس النواب على البدء بإجراءات تشريع هذا القانون قبل أن توقفه المحكمة الاتحادية إنما يعكس طبيعة الفساد البنيوي الذي يحكم سلطات الدولة العراقية، والذي وصفناه آنفاً وهو فساد ينتهك أحكام الدستور والقانون بمنهجية تزداد سلاسة يوماً بعد يوم. وقلنا أيضاً إن قانون الإدارة المالية الاتحادية قد أتاح للحكومة الاتحادية في حالة تأخر إقرار الموازنة الاتحادية أن تصرف 1 إلى 12 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة لحين المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن الصرف من إجمالي التخصيصات السنوية للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها في السنة المالية السابقة واللاحقة، وهذا يجعلها قادرة على تصريف الأعمال أي الأمور اليومية بشكل منتظم، مع إمكانية قيام وزير المالية ببعض المناقلات تبعاً لصلاحياته. لكن المستثمرين الكبار في المال العام وجدوا أن 1 إلى 12 هذه غير كافية للاستثمار غير الأخلاقي الذي يمارسونه، وبالتالي كان لابد من التحايل لتمرير هذا القانون الذي أطلقت عليه آنذاك قانون الاستثمار في المال العام لاستغلال ما يمكن استغلاله من الوفرة المالية التي حققها ارتفاع أسعار النفط مؤخرا. فكيف سمح مجلس النواب لحكومة مستقيلة بموجب الدستور بصرف مليارات الدولارات دون أن يكون لديه أي قدرة على مراقبتها أو معاقبتها؟ وربما سيكون عليه الانتظار عشرات السنوات لكي يقر الحسابات الختامية لهذه المليارات المتطايرة. نشرت مجلة تايم تقريراً لديباسيتش روي تشاودري ومؤلف كتاب أن تقتل ديمقراطية طريق الهند نحو الاستبداد، علق فيه على ردود أفعال العالم الإسلامي على التعليقات الصادمة التي أطلقها عنصران من حزب بهاريتيا جناتا الحاكم في الهند، قائلاً إن غضب العالم الإسلامي لن يحمي مسلمي الهند، وقال إن دولاً مثل السعودية وإيران مع طالبان أفغانستان لا تسنح لها الفرصة كل يوم كي تحاضر بالآخرين حول التسامح، لكن بي جي بي بزعامة ناريندا مودي الداعي للتفوق الهندوسي فعل المستحيل ونجح في توحيد كل العالم الإسلامي. كان المسلمون في الهند والبالغ عددهم 200 مليون نسمة الهدف الرئيس للسياسة الداعية لتفوق الهندوس، وقام الحزب بعسكرة قضايا اجتماعية حساسة، وقامت قيادته وبشكل منتظم بشيطنة والحط من إنسانية المسلمين، واستخدموا الرسائل السياسية المعادية للإسلام وتشجيع الرعاع لارتكاب العنف ضد المجتمع المسلم، وتم توجيه آلة الدولة نحو تعذيب المسلمين والتوحش ضدهم. الدول المسلمة معنية بالنمو الاقتصادي الهندي ولا تريد أن تتأثر علاقاتها مع نيودلهي، ولم تهتم بزيادة قهر واستهداف المسلمين خلال سنوات حكم مودي السابقة. ويقول الكاتب إن توقعات أنصار مودي
منفصمة عن التزامات الهند الاقتصادية والاستراتيجية، وتمثل الدول الخليجية الست السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان نسبة 15% من تجارة الهند الخارجية، وتقدم لها نسبة ثلث احتياجاتها من الطاقة، وتشغل 9 ملايين هندي يحولون نسبة 65% من تحويلات الهنود من الخارج ونحو 80 مليار دولار سنوياً. وحاولت بعض الدول مثل الإمارات والسعودية جذب مودي وقوت علاقاتها مع نيودلهي، لكن هذه الدول ربما أجبرت على التحرك كخطوة وقائية تمنع من ردة فعل المحافظين في داخلها. عندما ينجلي غبار الجدل فإن التجارة مع الهند تتفوق على المخاطر التي تواجه مسلميها. ستعود حكومة مودي لعادتها القديمة وسترمي قلة من المسلمين في السجون لكي تؤكد أن المؤامرة الخبيثة هي السبب. لم يخلو سجل الهند من الانتهاكات العنصرية تجاه الأقليات، لكن حادثة الإساءة للإسلام الأخيرة أماطت اللثام عن الضرر الذي لحق بالدبلوماسية الخارجية للبلد الآسيوي، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. ورصد تقرير الهيئة البريطانية عدداً من الأزمات مع دول عربية وإسلامية مهمة للسياسة الخارجية منذ تولي حزب بهاريتيا جانات القومي الهندوسي زعامة البلاد. احتج المسلمون على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها قادة حزب بهاراتيا جاناتا، ولا تمثل الخلافات والجدل الدبلوماسي المستمر في الهند بشأن التعليقات المسيئة الأخيرة التي أدلى بها عضوان بارزان في حزب بهاراتيا جاناتا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمراً جديداً. فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب مودي أو حكومته انتقادات عالمية بسبب ما ينظر إليه على أنه يندرج في إطار الإسلاموفوبيا. أثار ذلك التصريح عاصفة في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة، حيث وصف وزير كبير تعليقات ثاني أقوى زعيم في الهند بأنها مسيسة ولا تستند للواقع. وعلق كاتب عمود من بنغلاديش أن السيد شاه صاحب تاريخ طويل في الإدلاء بتصريحات بغيضة ومهينة بحق بنغلاديش. وخلال العام الماضي تعرضت الهند لموجة عارمة من خطاب الكراهية من قبل زعماء هندوس يمينيين متطرفين يتميزون بارتداء الزي البرتقالي ضد المجتمع المسلم البالغ عدد أتباعه 200 مليون مسلم في البلاد. وقد حث بعضهم الهندوس علانية على حمل السلاح وتحدثوا عن الإبادة الجماعية للمسلمين. وفي هذه المرة أيضاً ليس من المستغرب أن تكون ردود الفعل عنيفة، فقد عمدت 15 دولة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران وقطر لتقديم احتجاجات إلى الهند. يقول تلميذ أحمد الدبلوماسي الهندي السابق إن الإدلاء بتعليقات مهينة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تجاوزاً للخط الأحمر. نشر صحيفة واشنطن بوست مقال رأي لجيرشون غورنبرغ قال فيه إن أزمة سياسية كشفت عن وهم مشروع الاستيطان في الضفة الغربية. وقدم الكاتب رؤيته قائلا إن المستوطنين يعيشون خارج إسرائيل، فالضفة الغربية هي بالتأكيد خارج حدود إسرائيل، ولكنني التقيت الكثير من المستوطنين الذين يعتقدون بشكل قاطع أنهم يعيشون داخل إسرائيل، والكثيرون يعتقدون أن التفريق بينهما ليس مهما. وواحدا من الأسباب التي تدفعهم لهذا الاعتقاد هو أن الحدود بين الأراضي السيادية لإسرائيل والأراضي المحتلة لا تظهر على الخرائط الرسمية. بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، فالحياة في الأراضي المحتلة هي واقع حياة، ويعيش المستوطنون كما لو في الأرض، لكن الحكومة تعاملهم كما لو أنهم مقيمون في داخل إسرائيل. واليوم ونتيجة لتطور سياسي غريب، فالوضعية القانون لحالة كما لو في الأرض قد تنتهي. وربما حاول تحالف بيت الأوراق الذي يقوده نفتالي بنيت إعادة تجديد الوضعية، وفي الوقت الحالي فقد كشفت الأزمة عن الوهم الذي قام عليه مشروع الاستيطان، وتقوم الوثيقة التأسيسية لوضعية كما لو في الأرض على نظام الطوارئ
الذي أعلنه وزير الدفاع في حينه موشي دايان في الرابع من شهر تموز عام 67 و900 ألف. وفي الوقت الحالي سلطت الأزمة الضوء على النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية وجعلته محلاً بعناوين الأخبار، وتكشف عن نصف حقيقتين وكلتاهما شكل من أشكال التزوير السياسي. فمن جهة يعد الأمر الطارئ نوعاً من الارتجال المؤقت، وسمح للحكومات المتعاقبة بتجنب الضم القانوني للضفة الغربية الذي كان سيؤدي إلى عاصفة دبلوماسية ويعني منح المواطنة الكاملة لكل سكان الضفة من الفلسطينيين، لكنه استمر لمدة 55 عاماً. ومن جهة أخرى بدا وكأن البنية القانونية المهمة للمستوطنين مثل البيوت التي بنوها هي قلعة من أعواد الثقاب ويمكن أن تهدم بسهولة وعبر إعادة اصطفاف في البرلمان. في موقع جغرافي يحاذي سوريا شمالاً والعراق شرقاً وعلى بعد 260 كيلومتراً من العاصمة عمان، ما زالت مدينة الرويشد الأردنية التابعة لمحافظة المفرق تحتفظ بأثر تاريخي قديم. في عمق صحرائها وعلى مسافة 22 كيلومتراً من المدينة يتربع قصر برقع الأثري شاهداً على عمق التاريخ فيها الذي يعود بناؤه إلى عام 700 ميلادية لفترة حكم الوليد بن عبد الملك. يعد برقع أحد القصور الأثرية الإسلامية التي بنيت من حجارة البازلت السوداء المتوفرة في تلك المنطقة. كان القصر قبل انهيار أجزاء منه يتألف من ثلاثة طوابق مختلفة ومسكن آخر بجانبه مزود بقنوات حجرية وفخارية لتوفير المياه الباردة والساخنة فيه. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.